ودي بقى إعادة لتاني مرة بنصور الفيديو اللي صورناه امبارح وما نفعش، اللهم خير افتح ان شاء بس الله. اللي عملنا حاجة. طيب إن شاء الله إحنا عايزين بقى نتكلم عن إزاي نبرمج جهاز كيمياء، أي جهاز كيمياء مش جهاز بعينه، لا ده ولا ده. إحنا النهاردة قدامنا 50-10 والبيومين، وهنحاول نختصر شوية عشان إيه، إمبارح لما اتكلمنا كتير عن الاتنين الموضوع طول، هنحاول نخلي الكلام في البيومين بس النهاردة، وإن شاء الله بعد كده وهو تيست واحد بس كفاية كمثال، وبعد كده هنحلها ربنا إن شاء الله. ان شاء الله. ماشي هو عموما عايزين نتكلم ازاي تبرمج الجهاز، وبعد كده ازاي تتعامل مع الجهاز، تمام الجهاز الصح. إن شاء الله. ماشي احنا في 10 حاجات، دي الورقه اللي احنا ايه عايزين نتكلم منها بس اتبلت معانا. في 10 حاجات قبل ما نعمل اي تحليل لازم نكون عارفينها، حاجات تخص الجهاز وحاجات تخص الشغل بره، بس احنا هنقولهم كده بسرعه. طبعا احنا قلناهم قبل كده في حلقات قبل كده وفيديوهات كده. ال10 حاجات، اول حاجه منهم ايه، طريقه القياس، هنقيس كالوريمتريك ولا كاينيتيك ولا فيكسد. وكاينيتيك طبعا يدخل فيه حاجتين، اللي هو الفيكسد تايم زي الكرياتينين، ويدخل فيه الريت باي مينت اللي هو زي الجي بي تي والجي تي والحاجات دي. فلازم عشان نبرمج اي برنامج اي تحليل قبل ما نشتغله نفتح ونشوف، لازم نكون عارفين. ما احنا هنطبق ده في اثناء الشغل بس نعمل مقدمه قوي. لازم نكون عارفين التحليل ده مش شغله كلوميتريك ولا كاينيتيك، وكاينيتيك طبعا لازم نبقى عارفين فيكس تايم ولا ايه ولا ريت باي مينت. دي طريقه القياس هنقيس ازاي. برضه تاني حاجه طريقه الحساب، نبقى عارفين هنحسب ازاي، له ستاندر ولا له فاكتور، ولا مثلا هو مالتي ستاندر فلو كيرف بنطلع من عليه زي الايلايزات والحاجات دي. تمام، لازم نبقى عارفين هن ايه هنطلع النتيجه، ان هنحسب النتيجه ازاي. الحاجه الثالثه الويفلنس اللي بنشتغل عليه، كل تحليل له ويفلنس مناسب بنشتغل عليه. تمام، احنا كنا امبارح زودنا شويه في المساله دي وقلنا الويفلنس ازاي بنختاره، بس دلوقتي ده موضوع تاني. الويفلنس بنختاره على اساس يعني هنرجع للبومفريت في الاغلب يعني. في شرح طول في الموضوع ده بس مش هنعيده تاني عشان الوقت. بعد كده اللينياريتي والسنسيتيفيتي بتاعت التيست، لازم نكون عارفين التيست دوت انا بشتغل سكر يبقى لينير معايا لغايه كام، لو عدى كام يبقى غلط لازم اخفف. بشتغل انزيمات لازم ابقى عارف لو عدى كام يبقى غلط. تمام، دي اللينيارتي الحد الاعلى. الحد الادنى بنسميه سنسيتيفيتي. تمام، يعني من اول كام يبقى صح، الاقل منه يبقى غلط برضه. يعني مثلا البومين على اغلب الاجهزه لو اقل من واحد ما بيبقاش مظبوط، محتاج تركزه. بس في اجهزه بتبقى مظبوطه، في اجهزه كتير مظبوطه، الاثنين دول بيطلعوا مظبوط. تمام، في وكان في حاله نشرناها زمان دي الفوتوك سندروم، وكنا اتكلمنا عنها وكان بيطلع 6 من 10 البومين و7 من 10. ففي اجهزه بتطلعها مظبوط واجهزه الحد الادنى بتاعها لو قلت عن واحد ما يطلعش مظبوط او 1.5 كمان، وفي اجهزه فوق ال4.5 او ال5 ما يطلعهاش مظبوط. فلازم ابقى عارف جهازي ده. طبعا بنعرف الكلام ده، بنعمل كيرف، بنعمل كونسنتريشن كيرف للحاجات اللي بنشتغل بيها الاستاندر، ونعرف منها ايه اللي انا عندي جهازي بيقرا اقل حاجه صح كام واعلى حاجه صح كام. تمام، تمام. بعد كده نوع البلانك، البلانك اللي هنشتغل بيه في وهنقيس عليه ده ريجنت بلانك ولا ايه ولا سامبل بلانك، والريجنت ده برضه ريجنت واحد ولا مالتي ريجنت. نخش بقى في النقطه اللي بعدها الاحجام. سادس حاجه الاحجام، لازم نبقى عارفين حجم السامبل بحجم الريجن اللي بنشتغل بيه 100 200. بعد كده الريجنت نفسه هو وركنج ريجنت بنعمله ونشتغل منه على طول زي الكرياتين بنحضره ونشتغل منه. وهو سنجل ريجنت ولا مالتي، في سنجل ريجنت واحد بس بنشتغل منه سواء احنا محضرينه وركنج او هو سنجل جاي سنجل. وفي الغالب لما بنقول سنجل بنتكلم عن هو جاي لوحده سنجل. مالتي ريجنت اللي هو مثلا زي يوري بنحط كذا ريجنت، او زي البلوروبين كذا ريجنت، يبقى عارفين برضه احنا هنعملهم ازاي. R1 و R2 والكلام ده. في على فكره حاجات ممكن تشتغل بيها بالطريقتين، يعني مثلا الانزيمات كاينيتيك ممكن اول تخلط وتعمل وركنج ريجنت ويبقى سنجل وتشتغل منه. وممكن انت تعمل تحط R1 وتحط السامبل وبعد عدد يعني وقت معين بتحط R2. دي طريقه قياس ودي طريقه قياس. المهم ابقى انا عارف اعمل ايه عشان اشتغل صح. تمام، النقطه اللي بعد كده انكيوبيشن تايم، وقت التحضير. تمام،
وقت التحضير واحنا اتكلمنا عنه امبارح باستفاضه شويه، واحنا عايزين بس نشير بسرعه ان انا عشان اشتغل حاجه في 37 لازم احضنها في 37 قبل ما ابدا الشغل. انا مثلا عايز اطلع اشتغل يوريك اسيد او سكر، بروحش اجيبهم من الثلاجه درجته 2 3 4 واقوم حاطط واقوم محضن واقيس بعد 5 دقايق زي ما مكتوب في البامف. لا هو اصلا في 5 دقايق دي ما لحقش ياخد درجه 37. بس 10 دقايق لا انا المفروض اسيبه الاول بره، اسيبه الاول في الوتر بس بس 5 دقايق وبعد كده اضيف وبعد كده اضيف، او ممكن ازود 5 دقايق على الوقت يعني بدل ما انا بقيس في 5 دقايق اقيس في 10 فبتاكد ان هو الاند بوينت وصلها خلاص. تمام. هو طبعا بعد ما بوصل الاند بوينت بيفضل ثابت بقى مده مش اقل من نص ساعه. تمام كده، يعني ازود 5 دقايق يعني مش اكتر من كده بحيث ابقى ضامن ان هو خد انكوبيشن تايم بتاعه خد فيه انكوبيشن تمبريتشر. تمام. برضه لازم ابقى عارف درجة حرارة التحضير انا بشتغل في درجة كام. وهنا طبعا بنقول احنا بنفضل صيف وشتاء برد وحر نهار وليل 37 لانها 37 مفروض هي اسمها 37 مظبوط. وطبعا يبقى في الحمام الماء مش في الحضان، الحمام الماء بينقل الحرارة على طول للانبوبة عكس الحضان على طول وبيبقى اسرع ويبقى انا كده ضمنت ان انا درجة حرارة بشتغل فيها ومدخل فيها الستاندر ثابتة. مش في الشتاء مثلا دلوقتي الصبح كان برد جامد عم قفلنا وشغلنا المكيف الجو بقى كويس وعلى بالليل بقى بدا يدفي اكتر بالليل قوي قبل ما نمشي بيبقى خلاص ايه برد. انت مدخل ستاندر الصبح مثلا وعامل كنترولك مظبط نفسك وشغلك زي الفل، الصبح كان برد قوي لو انت بتشتغل في درجه حراره الغرفه يعني الصبح كان برد قوي بعد كده بقى الحراره اختلفت وانت مثبت الوقت. لا انا ثبت الوقت وثبت درجه حراره 37. تمام. 37 صيف وشتاء صبح وبالليل هي حاجه واحده ما بتتغيرش. تمام. في اي حاجه ممكن اشتغلها في 37 يبقى الافضل اشتغلها في 37. تمام. تمام كده. الحاجه طبعا الكاينتيك اجباري هشتغل في 37 لازم احضنه شويه قبل ما احط السامبل، مش هينفع احط السامبل استنى 5 دقايق زي ما بنتكلم في الكالوريمتر كده زياده. تمام. النقطه اللي بعد كده الكاينتيك له شويه احتياطات او له حاجات عايزين نزودها. الكاينتيك اي تفاعل كاينتيك له لاج تايم او ويتنج تايم وقت انتظار او انكوبيشن تايم، ده بنسيبه هو احنا بنبرمج عليه الجهاز يعني في انكوبيشن الاول في درجه 37 في الوتر باس قبل ما نشتغل. تمام. 5 دقايق مثلا بعد كده اول ما حطينا السامبل في انكوبيشن تايم او لاج تايم جوه الجهاز. اللاج ده بنسيبه لدرجه لغايه ما بيحصل استابيليتي في التفاعل عشان بعد كده اقدر اقيس الريت. تمام. تمام كده مظبوط. بعد كده الريدنج تايم لازم ابقى عارف ده وابقى عارف ده. تمام. برضو في حاجات لازم ابقى عارفها في الكاينتيك اضافيه اللي هي ايه بعد اللاج او قراءه الابزوربنس بتاعت المحلول في قراءه مقبوله او قراءه لا. بمعنى انا بشتغل انزيمات مثلا جي بي تي او جو تي لازم ابقى عارف ان اغلب الاجهزه اعلى قراءه مقبوله عليها الابزوربنس بعد اللاج 1.4 او 1.5. في اجهزه لو عدت 1.5 هتبقى غلط. وفي جميع الاجهزه بقى وفي اجهزه تعدي الاثنين وتبقى صح. تمام. هو عموما لما بيحضروا الكيماويات بيحضروها ان هي ايه بيبقى التركيز فيها 2 او الابزوربنس بتاعتها 2 مثلا. لما بتحط انت بقى السامبل يبدا يتفاعل او مع الوقت ان الركنه ما بتجيبش 2 طبعا. لكن في اجهزه بتشتغل وبتقرا زي الفل. اجهزه ثانيه لا لو عدت 1.5 الجهاز طبعا هتبقى غلط. في اول قرايه. في جميع بقى الاجهزه وجميع الكيماويات اقل اي قرايه اقل من 9 من 10 في البدايه او في النهايه او في النص يبقى التفاعل باطل لانه وقف او يعني بقى ضعيف جدا لان ما عادش فيه اصلا نت بيتش كفايه تشتغل. ما احنا بنقيس اصلا تركيز نت بيتش. فانت عندك دلوقتي عشان كده هو ديكريزنج بيبدا بقى على قرايه وبعد كده يقل لان هي بتتفاعل. فانا مثلا انا بدات التفاعل في الكاينتيك وبدا مثلا عند 1.1 مقبول او 1.2 1.3 مقبول. اثناء التفاعل لقيته نازل تحت 9 من 10 او 8 من 10 يبقى اصبح كده التفاعل ما عادش مقبول زي ما بيحصل في حالات الهاف في الغالب يعني. انت بقى بتبقى من نفسك في اجهزه بتبرمج فيها اصلا الاوبشن ده يقول لك لو الانترفلز مثلا زاد عن كذا في الابزوربنس يبقى ايه يبقى التفاعل غلط. جهاز زي ده من غير ما تبرمجه هو لو حصل فرق كبير بين الانترفلز يعني بين الدقيقه الثانيه والثالثه بيديك ايه هايبر اكتف سامبل على طول بيقول لك خف. فانت المفروض تبقى انت فاهم مش لازم تستنى ميزه الجهاز دي ميزه في الجهاز. لكن انت برضه لازم تبقى انت من نفسك
عارف ان التفاعل بيقل بسرعه خلاص، ووصل لمرحله انه بعد كده مش عدى 8 من 10 مثلا، يبقى اصلا ما عادش في حاجه تتفاعل. طب نشوف الجهاز. تمام كده نخش على الجهاز. طبعا هنحاول نشتغل ده بس ما فيش مشكله. انت بتيجي تبرمج اي جهاز بقى هيبقى نفس البرامترز دي بتدخلها. تمام كده؟ تمام. يعني هو مش مساله ان الجهاز دوت احنا بنشرح ازاي تبرمج ده، لا هو اي جهاز. تمام تمام تمام. انت بتخش على السيت اب بتعمل اد اللي انت عايز احنا دول اللي عملناهم امبارح صح كده؟ طب انت بتعمل اد طبعا في الاجهزه الثانيه بتبدا بتسلسل ثاني على الشاشه اللي هي العاديه وبزراير، ما عندناش دعوه، المهم هي نفس الحاجات اللي هتضيفها. تمام تمام. انت بتحط اسم التيست وده برضو في اي جهاز بتسمي التيست زي ما انت عايز، نسميه مثلا اي اس تي نانو واحد كينيتيك. طيب هو طريقه الشغل بتاعته اند بوينت، الحاجات المتاحه قدامنا اند بوينت يعني كالوريمتريك يعني التفاعل خلص وبترى الاند بوينت الابزوربنس في النهايه، ولا كينيتكس. كينيتكس دي دايما لما تتكتب يقصد بقى الايه ريت باي مينت. تمام اللي هو كل دقيقه هيحسب القرايه الكليه على عدد الدقايق وبعد كده يضرب في فاكتور او يقيس بستاندر زي ما انت شغال بقى. الفيكس تايم اللي هو بياخد قرايه اولانيه بعد لاك تايم وقرايه في النهايه، وقلنا قبل كده شرحناها باستفاضه ان اي تفاعل كينيتك ينفع يبرمج فيكس تايم وليس العكس، شرحناها قبل كده باستفاضه دي بقى مش وقت. التربيديمتر والابزوربنس طبعا التربيديتي دي تفاعل لوحده، واحنا على فكره مش شغالين تربيديمتري اي اس او سي ار بارموتيد، مش هنبرمج تربيديمتري. ليه؟ التربيديمتري بيبقى محتاج كذا ستاندر، انت عندك بيجي لك حاجه واحده بتبرمجه فيكس تايم. تمام. هو نفس الفكره بيقيس قرايه وبعد في النهايه قرايه وبياخد ايه دي الابزوربنس وبيقيسها على اساس الستاندر وبيطلع الفاكتور. الابزوربنس انت بتقيس بس وتطلع وبيضرب في فاكتور بقى وطلع، هو بيديك ابزوربنس بس وانت بتشتغل بقى بعد كده. ممكن تجيب تي بي كاينتيك. كاينتيك البرمائي فلتر السكندري فلتر. الديفرنشال فلتر ده او السكندري فلتر بيكون في حاجات كتير بس الكيلومتريك بس. الكيلومتريك هو فلتر واحد لان بيفضل يقرا على نفس المحلول وهو ثابت، ما ينفعش يغير الويفلينس. السكندري فلتر ده بيعمل ايه؟ في حاجات كتير بتحتاج فيها ان انت تقرا على فلترين لان اللون ماهوش صريح على فلتر واحد. ينفع على فلتر واحد بس على فلترين يبقى احسن. تمام كده؟ ففي الحاله ديت زي مثلا شغل الايزا زي ما انت عارف بنشتغل الايزا بنقرا مثلا على 450 630. تمام؟ فبيديك بيطلع اي تداخل ممكن يدخل في القرايه وبيديك الجهاز بيقرا الستاندر الستاندرات كلها على الفلترين وبيطلع الفاكتور بقى من كده وبعد كده بيضربه في الايه؟ في السنة. تمام؟ لكن طبعا كينيتك هو فلتر واحد لانه يفضل ثابت ويفضل الشعاع ماشي ويفضل يعد. عشان كده هو جايب السكندري دراما يعني. هنا ما ينفعش. اعملها ما ينفعش. انكيبيشن تايم احنا قلنا ده كينيتك. له لاج تايم. كل الكيتس 60 يعني في 50 في 55 في بس 60 خلاص. 60 دي ثانية؟ 60 ثانية. ما هو ده بير سكند. التستنج تايم 180 هو كاتب لك سكند. هنا مثلا في الجهاز ده 50 10 او غيره انت بتحط كام انترفال 3 وكل انترفال كام، فانت تقول له لا 60 وتقول له 3 مرات. ايوه تمام. هو 180 بقى. المهم تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه يعني. بنعمل ايه بالظبط. تمام. الفوليوم اللي بيقيسه يفضل كل ما زاد الفوليوم كل ما كان النتيجه اكبر. تمام. تمام كده؟ ال 500 ده ممتاز جدا و 400 برده كويس. تمام. يفضل ما ينزلش عن كده. تمام. هنا بقى المشكله اللي كنا اتكلمنا عنها في منشور من يومين تقريبا الديسيمال بليس اللي هي العلامات العشريه قد ايه. تمام. لو انت خليتها صفر او شلتها هيطلع لك النتائج مثلا الكرياتينين 1 2 3 4 مفيش علامات عشريه بيقرب لاقرب حاجه بقى. ايوه هيطلع لك الكالسيوم 7 8 9 كده. وما تستغربوش من الكلام ده حصلت بتحصل كتير وبس الفي. بص انا شفتها من يومين احد الزملاء يعني وشاطر جدا ما شاء الله عليه يعني بس ما خدش باله. فاهمني؟ فانت بتحدد. في اجهزه ثانيه ما بيسالكش كم واحده. هو بيقول لك دخل قيمه الستاندر. ده مثلا 50 10 بيقول لك دخل قيمه الستاندر. لو كتبت له الستاندر في الكرياتين 2 اصبح ان هو ايه؟ هيقرا عدد صحيح.
كنت تقول 2 علامة 0 هيقرأ رقم 10، 2 علامة 0 0 هيقرأ رقمين 20، هو فهمها كده. وفي نظام زي الجهاز ستات فيكس اللي هو بتاع الإلايزا ده، لما كنا بنبرمجه عايز تقول له الستاندر 10 0 بوينت 0 1، تحط له 1 من 100 كده عشان يفهم ان هو ياخد ايه؟ 1 من 100 يعني بالنسبة ل 10 يبقى 1 من 10000، ما أثرش في تركيز الستاندر بس هو كده فهم ان هو ايه؟ ان هو يقرا لغايه علامتين. تمام كده؟ فحاجات زي كده مهمه. الريفرنس رينج ده هو ما بيفرقش في برمجه اي جهاز. ماشي. يعني مش هيفرق في شغل الجهاز. تمام. غير ان هو ينبهك ان هي عاليه او واطيه او كده. مظبوط. الفول نيم برضه نفس الكلام، ما بيفرقش قوي في شغل الجهاز غير في الطباعه. اللينيارتي رينج بقى اللي قلنا عليه. اللينيارتي الحد الادنى والحد الاعلى. اللي سميناه سنسيتيفيتي. ماشي. الحد الادنى. اللي هي كده لينيارتي لازم تبرمج الجهاز على الحد الادنى والاعلى عشان هو لو طلع نتيجه فوق لينيارتي ينبهك. فلما ينبهك انت تخف، ممكن ما تاخدش بالك، ممكن انت تذهل اثناء الشغل عن مثلا طلع لحد مثلا الاقصى الفوسفورس كام، حد فاكر كده مثلا البوتاسيوم كام اللي انت عارفه، يعني اللي انت كنت اشتغلته وعارفه ومطلع ان هو الكيت بتاعتك والجهاز بتاعتك في نيارتي للكيت ونيارتي للجهاز. انت رأيت عملت قبل كده وجربت وعملت كيرف كونسنتريشن وعملت سيريال كونسنتريشن وشفت الايه ان 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 جهازك لغايه كذا مظبوط وبعد كده غلط في الكالسه، فاكر ما عملنا كالسه لغايه 20 مظبوط، 20 كان مظبوط جدا والكت مظبوطه ما شاء الله. تمام كده. مثلا انت شغال بقى في حاجات لازم تكون بدل ما تقعد تبقى فاكر كل حاجه ما تكتب، اكتب مثلا في ده لغايه 300 حلو قوي مثلا ليه ستي مثلا يعني، ولا لغاية 300 حلو قوي، اكتر من 300 خف، حتى 200 لو اكتر من 200 خف ايه المشكله يعني. خلي شغلك في الامان. تمام. درجه حراره 37، احنا قلنا بنفضل 37 على طول. تمام. زي ما اتكلمنا من شويه هنعمل سيف نخش بقى لطريقه الكاليبريشن. اللي عندنا هنا الكاليبريشن تايب 1 بوينت لينير 2 بوينت لينير. يعني ايه 1 بوينت؟ البوينت دي معناها محلول هيتقرب، قراءة محلول يعني. 1 بوينت يبقى يقرا محلول واحد. تمام؟ انا بشتغل حاجه في فاكتور هو محلول واحد اللي بيتقرب. محلول واحد بيحسب على اساسه، ما ليش دعوه بالبلانك، ما هو كده كده خصم البلانك. انا بتكلم بعد البلانك هيحسب على اساس كم محلول؟ 1 بوينت يبقى يحسب على اساس محلول واحد. يطلع الابزوربنس ويضربها في فاكتور. تمام؟ 2 بوينت يبقى معناها في ستاندر، هيقرا محلول وهيقارن بستاندر انت قريته برضه. ان انت بتقرا محلولين لحساب النتيجه. مش لازم تقراهم في نفس الوقت بس انت قريت الستاندر مره. تمام كده؟ الحاجات دي كلها حاجات ابحاث. المالتي بوينت ده ممكن ان هو يتدخل كذا ستاندر. البربوله، الحاجات دي كلها ابحاث، البربوله ده شغل برضه ابحاث، بيبقى اثنين كيرفين مقابلين بعض. اللاين جراف بيطرح قيمه ثابته، يعني دي كلها حاجات لها معادلاتها. مش موجوده في اغلب الاجهزه، خلينا في الموجود في اغلب الاجهزه يا اما 1 بوينت وفلتر قصدي وفاكتور او 2 بوينت وستاندر. تمام. مالتي بوينت دي الناس اللي تحب تشتغل بقى لايزات، بس برضو الكلام ده مش اي حد يشتغل يعني. والبعد عنه اولى يعني. فانت هنختار 2 بوينت صح كده؟ لا غلط مش صح. 1 بوينت 1 بوينت. ماشي. الفاكتور الكي وبيسموه فاكتور او كان كان بيسموه ايه بقى في الجهاز؟ الفاكتور كام؟ 1740. 1746 في كيتس بيقول لك 1745 في يقول لك 50 وعلى فكره هو بيتحسب هو له معادله بتحسب منها. هو 1746 كده احنا خلصنا برمجه الايه؟ الاي اس تي. الوقت كده يسمح ناخد حاجه؟ يلا كفايه خالص كده. طب خلاص.